دابا اللي بغى ياخد الجنسيه او الفيزا او اللجوء السياسي كينوض يشبع في بلادو سبان في مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم على غدا كيتحول لمعارض فيسبوكي وكيمشي يقول لفرنسا خديني. مصيبه هادي، فين هي الاخلاق وفين هي القيم؟ ياك المغاربه وراو دروس للعالم اثناء فاجعه الطفل ريان، دروس ديال التلاحم والتضامن والتآزر، دروس ديال التواضع والتطوع ونكران الذات، ودروس في التفاني والحس الوطني. وراه هو هذا المغرب اللي كنعرفه، وهادو هما المغاربه اللي ربونا واللي كبرنا معاهم. المغرب دار ملحمه كيف كتبات عليه كل صحافه العالم، وقادها بجداره واستحقاق وحب وتقدير الابناء. المغرب حول جبل كامل باش يقلب على فلدة كبدو ويخرجوا من البير. العالم توحد وبقات عينيه مشدودة لبلادنا. مساجد وكنائس عبر العالم ما توقفتش من الدعاء للصغير العزيز. رؤساء دول ودبلوماسيين ومنظمات عالمية وبرلمانات دولية ما توقفوش من المباركة والتشجيع. خبراء أمريكيين ويابانيين في مجال الحفر والتنقيب نوهوا كثير بالتعبئة أو الاحتياطات وبالخطط اللي تعامل فيها المغرب مع الأزمة. دابا ريان كيرقد في قبره الطاهر، جا الوقت نخمو لميمتو ولباه ونخليوهم يضمدوا الجروح. أما جوقت السوء والحقد والكراهية اللي كيسبوا بلادهم باش ياخدوا الفيزا واللجوء، هادوك راه ضربوها بسكته حيت عارفين فجعه ريان ما مربحاهمش، بحال الا تشل لسانهم او نزل الطير فوق كتافهم. هاد الناس ما كيبغيوش الخير لبلادهم، داكشي علاش سكتوا بالحسره والحيره، حيت هما اعداء النجاح فين ما يكون واخا يكون في الاخره. وراهم عارفين باللي حتى في الاخره محال شي حلمو يكونوا حدا هذاك الملاك الطاهر، لانه ملاك من ملائكه السماء. ما كيعرف سياسه، ما كيعرف حقد، ما عنده كراهيه لشي واحد. وملي سكتت جوقت الغضب واللعنات اللي فيها ابو بكر الجامعي ودنيا الفلالي وفؤاد عبد المومني وحسن اوريد ومحمد حاجب، وبلعوا لسانهم بحال اللي مشاو يتسرحوا في عطله، وبعدوا على معاملهم اللي متخصصه في صناعه البغض والحقد والكراهيه بكل انواعه، خلاو جوج ينوبوا عليهم في عمليه دنيئه بزاف اللي هي استغلال ماساه عائله مغربيه باش يصفيو الحسابات الخاويه مع بلادهم. شنو الفرق بينهم وبين الكانيبال اللي كياكل لحم البشر؟ واحد متهم بالتهرب من الضرائب، والاخر متورط في النصب. هنا كنشوفو كذاب وهنا كنشوفو نصاب. المعطي مول الجيب قال لك سيدي بقى كيسرح في طائر النورس في بلاج تمارا ويدير تدوينات السخريه في زمن الفاجعه. لا حول ولا قوه الا بالله. هسي الاستاذ الجامعي، هذاك راه طائر البشروس ماشي طائر النورس. ويلي ويلي، بكري قريتي وليداتنا. ولكن ما نديوش عليك، انت عندك غير مع جميع الفلوس والهريف، اما الثقافه والمعرفه ما عندك معاهم غير الخير والاحسان. اما زكريا المؤمني اللي بان على حقيقته انه كذاب ونصاب، فراه مشى ضد التيار الانساني العالمي وكان كيتمنى تفشل عمليات الانقاذ. هادشي غير ايام قليله بعد ما سب وشتم الوطنية ديال اللاعبين ديال المنتخب الوطني لكرة القدم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بمثل هاد التدوينات هاد الناس كيرتكبوا جرائم في حق الطفولة وفي حق الإنسانية كلها، كيرتكبوها في حق كل القلوب اللي توحدات في العالم. هاد الناس
هزوا سيوفهم وبداو كيشرملوا في القيام، ولكن راهم بانوا على حقيقتهم للعالم كامل، هما وجوقة الشر والسوء. المعطي منجيب فات 60 من عمره وكيقارن راسه بطفل ملاك في عمره 5 سنين، وراه شجع واحد الصحفي كيخدم في الجزيرة باش ينضم لجوقة الشر والكراهية. وخرج هذاك اللي سميته فيصل القاسم كيقارن وليدات سوريا اللي في المخيمات برايان اللي كان في بير ضيق، وكيستكثر الاهتمام الإعلامي على هاد الوليد. ومن اللي خرجوا له السوريين والعرب كاملين قالوا ليه راعي وحشم، مشى يجري حدف التدوينة. فيصل القاسم نسى أن المغاربة توحدوا كاملين باش يقلبوا على ولدهم، وهاد الشيء علاش توحد معاهم العالم. إذن المنطق كيقول فيصل القاسم، ياك انت سوري نوض شمر على كتافك وتبرع غير بالربع من الأجرة ديالك الكبيرة، ونقح تدويناتك المسمومة وحولها تخدم غير قضية أطفال سوريا، وإحنا معك حيت حتى هادوك وليداتنا يا ربي فرج عليهم. وملي تكلموا رؤساء الدول عبر العالم من كل أقطاب الأرض، وتكلم بابا الفاتيكان كيشكر المغرب دولة وشعبا على ما قاموا به، شنقريحة والرئيس مجيد بقوا مشغولين غير مع الثلاجة والكاس، وغينو ضغط غدا أو بعدو يقولوا راه هاد المأساة ديال ريان محالش كينا، يعني راها خيالية، ويمكن يقولوا راه المغرب دارها باش يغفلنا ويحصد لينا الغازو ديال شي ملعب. دابا كيف قلت ريان راه ناعس في قبره، والعالم راه كله صفق المغرب وجهوده، غنخليو ميمته وباه يضمضوا جراحه، وغنمشيو لحكومه عزيز اخنوش نقولوا ليها اش وجدتي للناس اللي ما عندهمش الماء في البيار، راه باغيين ما يشربوا، ونقولوا الاخنوش راه واخا قلوبنا كانت مع ريان راه العينين ديال الشعب المغربي كانوا كيتلقاو صفعات ديال الاثمنه ديال المحروقات. ما عمر تاريخ المغرب قرب فيه ثمن ليسونس ل 13 درهم، واللي كيتاجر عندنا في المحروقات هما شركات رئيس حكومتنا. قلوبنا مفجوعه وعامره، وجيوب شي وحدين زادت كتعمر، والغلا راه ما طالعش بالسلوم راه طالع بالسانسور. بن كيران بدا الولايه ديالو بزياده في المازوت وليسونس والغاز، واخنوش بدا الولايه ديالو بزياده في كل شيء. هاد الشيء ما كيبشرش بالخير، الله يحضر السلامه وديرها غاز وينا. الناس كانوا كيحيروا مع اولادهم من بعد الباك، او دوك اللي عندهم النيفو باك، وحتى ملي كيسجلوهم في معاهد عليا متخصصه كيتيهوا في التدريب شكون الشركه اللي غادي تقبل ليهم ولادهم. لاول مره في المغرب معهد ادامين للتكوين في مهن السمعي البصري كيضمن التكوين ومعاه التدريب. معهد ادامين كيضمن اساتذه متمرسين في التطبيقي والنظري، والاول مره في المغرب المعهد اللي كيكونك هو اللي كيضمن لك التدريب لدى مؤسسات وشركات معروفه. معهد ادامين كيتواجد في قلب اكدال وامام محطه الترامواي ديال شارع فرنسا، القرب والولوجيه مضمونين عبر كل وسائل النقل الحضاري، منين ما جيتي في الرباط او من سلا جديده تماره والنواحي، وحتى من الدار البيضاء المحمديه وقنيطره، راه محطه القطار قريبه بزاف. اليوم الا بغيتي تصبح تقني متخصص او تقني في مهن الاتصال او منظم ولا منتج او كاميرامان وحتى انفوغرافيست ولا تقني تلفزيوني او سينمائي او متخصص في الملتي ميديا، معهد ادامين مجهز باجهزه جد متطوره واستوديوهات عاليه المهنيه،
وكتصاحبه في مهمة تكوين إذاعة إلكترونية ناجحة وموقع إلكتروني معروف وبرامج إذاعية وتلفزية متنوعة وشركة مرموقة متخصصة في إنتاج الأفلام والبرامج. أساتذة عندهم خبرة كبيرة كيضمنوا تكوينك، وصحفيين وتقنيين متمكنين غيصاحبوك في التدريب. تكوينك وتداريبك أمانة على عنق مؤسسة آدامي. مستقبلك هدية بين يديك وغتكون درتيها زوينة.